وبالتالي الموقف المصري كما قلت وأذكر مرة أخرى عبرت عنه كلمات الرئيس في أكثر من مناسبة وتجمعه عدد من الخصائص أو النقاط المحددة، أن مصر بالقطع فيما يخص القضية الفلسطينية هي ترى بشكل واضح أن القضية الفلسطينية هي قضية لابد أن تحل وفقا لمرجعات الشرعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن وضمن ما توصلت إليه ووصلت إليه كل المفاوضات خلال الفترة الماضية من أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول لدى مصر، ومنهما دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة ما قبل 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف هو الآن موقف أصبح متبنى من العالم نظريا على الأقل، ولكن يبقى كيف يفعل هذا الموقف بعد مرور 75 عاما على قرار التقسيم، القرار رقم 181 الذي أنشئ بموجبه دولة إسرائيل، وكان من المفترض أن تنشأ دولة لفلسطين غابت 75 عاما. إذن الشيء الأول هو النقطة الأولى هي أنه لا حل إلا بالدولتين. الشيء الثاني أنه ما يحدث من عنف جماعي، من عنف من الآن في الضفة في قطاع غزة وما جرى من عنف هو في الحقيقة يرجع إلى سياسات متراكمة مرت على هذه المنطقة، منطقة من الأراضي المحتلة وقطاع غزة طوال فترة من عام 67 وحتى اليوم، لم تتوقف هذه الممارسات الإسرائيلية، وأن هذا ليس تبريرا لما حدث هو تفسير له، وأن مصر ترى أن حل القضية الفلسطينية بالطريقة التي سبق لنا أن عرضناها وأن إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والانتهاكات المتواصلة سواء على الأفراد أو على المقدسات سواء المسجد الأقصى أو الكنائس المقدسة في القدس الشرقية أو في سياسة الحصار والتجويع التي تضرب على قطاع غزة منذ 16 عاما، أن كل هذه هي أمور من الطبيعي أن تؤدي إلى عنف، وأن هذا العنف لن يتوقف إلا إذا توقفت هذه المقدمات والتي هي بالأساس السياسات الإسرائيلية. الأمر الثالث أو الرابع أنه مصر تدين بالقطع وبشكل قاطع أي استهداف للمدنيين من الجانبين، مع تأكيد عدم منطقية إدانة إسرائيل حماس لاستهدافها المدنيين مقابل تكرار إسرائيل ذات الأفعال عبر انتهاك سياسة العقاب الجماعي والقصف المتواصل للبنى التحتية والمنشآت المدنية الفلسطينية.